كنت يا اخي مخالف ما لابس حزام، تبغى يوقفك ويعطيك مخالفه حضوريه ويعرقل السير ويعطل الناس اللي وراك واللي قدامك ويوقف ويوقف هذه الدنيا كلها على سبه مخالفه اللي هي مخالفه حزام الامان. فهذه المخالفات تكون بعض المخالفات معظم الاحيان تكون غيابيه. طيب انا دخلت بالغلط، دخلت في اللفه مثلا شارع سيدين، جيت من السيد الثالث منك مره بدون ادب ولا احترام ودشيت قدام بدون ما اراعي هذه كلهم الموجودين ودخلت، شافني العسكري يا اخي خالفني غيابي. فواضح المسألة مسألة المخالفات الغيابية والحضورية، واعتقد ان الحين وصلنا لمرحلة ان ما في مخالفات حضورية غير في حالات نادرة جدا، الا وهي مثلا فلنفرض في تفتيش. تفتيش يا اخي وقفوك فتشوك، خذوا عنك الليسة الملكية، شافوك مو بلابس حزام الامان، شافوا ملكيتك منتهية، التأمين عندك منتهي او الرخصة منتهي والى اخره، يحررك مخالفة حضورية. في بعض الاحيان مثلا توقف في اماكن معينة كذلك ممكن يحطوا لك مخالفة حضوريه وغيابيه، يحطوا لك ورقه وفي نفس الوقت يخالفون غيابي لانك انت موقف غلط. فانت ادرى بانك انت مسوي المخالفه هذه ولا لا، واذا كنت ما مرتكب المخالفه او في خطا في المخالفه يحق لك انك تتظلم وما تدفع المخالفه من حقك. اخ على طاري المخالفات، جزاك الله خير يا مايد القوع. مايد القوع اظني مساعد هو او مساعد اول، مساعد اول على ما اعتقد، مساعد اول من اداره المرور والدوريات في فرع اللي هو شو يسمونه مال فحص السيارات، تسهيل اللي يفحصون السيارات، لا مو تسهيل، تسهيل مال عمل العمال ضيعنا. المهم الخدمه هذه جزاه الله خير، فهو موجود هناك وامس طبعا صدمني لكن الحمد لله رب العالمين. انا متصل فيني البنغالي يقول لي 12000 مخالفات، ويتصل فيني هو اتصل فيه اطلب العون، اقول له يا اخوي شوف تراهم جماعه غلطانين، ما ب 12000 مستحيل يا اخي، انا ما تجيني مخالفات بهالطريقه. يتصل فيني يا اخوي اشوفه منحرج مو بعارف يتكلم، قلت له ايش السالفه، كان يقول لي لا يا اخوي مخالفاتك 21000 مش 12000. قلت له لا تسولف، قال لي والله. قلت له يعني شو البنغالي قرا الرقم معكوس مثلا، قال لي لا بس في نظام اللي هو تنزل كل 6 شهور. واتضح ان الخطا بسبب العداد، عداد السياره، انا اثبت السرعه والسرعة تكون كلها على سرعة يعني شعرة يعني 41 141 زاخني 121 101 102 فخطأ في العداد. واخر شيء دخلنا واسطة اللي هو استاذ علي طبعا، قلنا له تواصل يا الجماعة شوف لنا شو اللي يقدرون يسوونه، زادوني الزود كل ما اطلب من حد شيء اشوفه يزيد المبلغ، شوني بس كنت حسن لي. الله المستعان، ربك ييسر ان شاء الله. يلا أنا سيارتي أخوي ما تيب 20000 ذبيح. زين هذا يقول أنا مواطن كويتي جيت زيارة ولكن القدر وصار وعندي نزيف بعيوني الاثنين، لكن راجعت مستشفى الحكومة رفضوا استقبالي وراجعت مستشفى NMC وقال لي لازم عملية جراحية مستعجلة. أنا ناشد أهل الإمارات أهل الخير بمساعدتي، أخوكم ابن الكويت أبو جاسم. الله يعينك يا ابو جاسم. ابو جاسم جزاك الله خير، كان طرش لنا تكلفه العمليه بس نشوف لك حد. انزين هي اسمه عيسى بن حيدر، جزاكم الله خير. كم رقم مكتب عيسى بن حيدر ان شاء الله؟ انزين الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور. النور والسرور يا اختي، يعطيكم العافيه اخويا. يعافيك يا طويله العمر يا اخويا. انا حابه ادخل في مداخله بخصوص اخوي النزيل براس الخيمه. ايوه اخوك النزيل براس الخيمه. هي نعم. تفضل منو معي بس يا اختي؟ وياك اخت النزيل موزه احمد المريخي. موزه احمد المريخي. النزيل شو اسمه؟ ابراهيم احمد المريخي. الحين اخوي مسجون، طبعا محكوم عليه اول شيء اخوي بالاعدام، وصار للحين 12 سنة بكمل 13 سنة هو محكوم. أخوي انسجن وهو بعمره 17 سنة. طبعا أخت موزة بس للتوضيح هو نفس الحالة اللي طلع في إذاعة رأس الخيمة صح؟ اللي هي نعم لقاء وتكلموا عنه. هي نعم بالضبط. سردي القصة في عجالة، قولي ليش الموضوع بالضبط. نعم إن شاء الله أخوي. الموضوع كله انه صار في خلاف بين اخوان المرحوم واخوي دخل ويا بعد بشهر يعني يا المرحوم وتضارب مع اخوي، وبلحظه طيش مثل ما تقول عمره 17 سنه الشيطان قص عليه يعني وطلع يعني سكينه وضربه من غير قصد ولا عمد انه يقتله.
بدون عمد ولا قصد. يعني ما متعمد أخوي إنه يجرح الإنسان ولا متعمد إنه يعني يقتله. اللي صار هذا بلحظة طيش بلحظة غلطة يعني ونحكم على أخوي وهو عمر 17 سنة نحكم عليه إعدام. ما أعرف يعني إحنا الناشد أهل المرحوم نطالبهم إنهم يعفون عن أخوي ويسامحونه مهما كان يعني عمره 17 سنة ياهل صغير يعني ما بينك ريال كبير وفاهم وواعي عاقل يعي اللي يسويه. أبوي يعني بروحه وإحنا يا خوات يا سات في البيت ما عنا حد معيانا غيره هو. ما لنا ظهر ما لنا سند غيره هو يعني. وأبوي بعمره الحين 80 سنة ما عنده حد يشله ما عنده حد يمسك إيده يوصل للمسجد حتى يصلي. ما يعني أناشد الحكومة أناشد الأيادي البيضة اللي في الإمارات أناشد إخواننا أناشد أهل المرحوم نفسهم إنهم يعفون عن أخوي يسامحونه. إذا في مجال إذا أبوي يتكلم وياكم يعني يدخل على الهواء اسمح لي أخلي أبوي يتكلم. هي خلي يتكلم لحظة أخوي. ألو ألو السلام عليكم. معكم السلام مرحبا أبوي. كيف حالك أبو إبراهيم؟ إيش حالك؟ خير الله يسلمك. شلونك؟ ايش حالك الا بخير؟ خير الله يسلمك. الله يبارك فيك ابوي. الله يسلمك. ما عندنا غير الوحيد الواحد واحد لا ولد هذا عندي ولا غير شيء بعد. طف مو عنا ادخل. ايوه ابوي ما ابوي عندنا غير الواحد الواحد. ايوه ثلاث اخوات عندنا ولا ولد غير شيء. كم سنة صار لأبوي الحين هو في السجن؟ آه. كم سنة صار له في السجن؟ كم سنة؟ 13 سنة. أبوي شو حالك أنت من 13 سنة؟ والله أنا شوي تعبان طيار شيبة. نحن ما نأمر شيء طويل العمر. نحن ما فدينا شيء طويل العمر. نحن نبغيك أنت تناشد أهل الخير يتدخلون. نبغاك تناشد أهل الولد هذا اللي راح الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله ويعلم ثواه الجنة إن شاء الله. يحنن قلب أهل إن شاء الله عليكم وعلى الولد هذا. آمين آمين. فهذا اللي ناشده نحن يا طويل العمر. أنت شو اللي تأمر فيه يا طويل العمر؟ أنت شو اللي تتمنى؟ أنا أتمنى الولد إن شاء الله يفهم وعفوا عنه. بس هذا ما عندي غير واحد الواحد. أنا أبغي أعرف إبراهيم إذا تسمعني وتستوعبني يعني أبغي أعرف شو شعورك أنت وولدك اليوم تشوفه في السجن. أنا أبغيك تنقل هاي الصورة وهالمشاعر والأحاسيس للناس. شو تحس؟ ما علي إبراهيم عطني 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 موزة خلنا عطني موزة. سامحني يا أخوي بس يعني حتى الحين أبوي بعمر يعني بدأ ينسى كل شيء. ما عليه الله يعين. ولا يذكر يعني ما يذكر يعني. زي موزة أنت ما عليش بحكم أن يعني أنت بحكم أن أخته ما شاء الله كم عمرك الحين اسمحي لي على السؤال يعني. 30 يعني قبل 17 سنة كان عمرك في حدود 23 سنة صح؟ لا ولا؟ أي تقريب. أي صح ولا لا؟ أي صح 22 23 سنة. وأكيد أنت في البيت تشوفين معاناة أبوك كل يوم وتشوفين معاناة أمك كل يوم وتعايش. وأنتوا كم واحد ما شاء الله؟ إحنا في البيت 3 بنات وعندي أخوات ثانيات. زين. وهذا الأخ الوحيد اللي عندكم؟ وهذا الأخ الوحيد. إحنا كان عندنا أخ قبل وتوفى. وبعده ما عندنا غير هالأخو الوحيد اللي ظللنا يعني. ما عندنا غيره يعني. أبوي يضل في البيت يتعب ما حد يقدر يشله. ما عندنا حد يسندنا مو قادرين نجيب حتى يعني سايق. تعرف يعني بحكم ان احنا كلنا بنات وبحكم انه هو عمره الكبير يعني مو قادرين ندخل حد البيت يعني. ظروفنا وايد وايد يعني وايد صعبه عشان ابونا عشان امنا. الام يعني امي كل يوم قلبها يتقطع على اخوي يوم تروح للزوره. وبنفس الشيء اخوي كذلك يعني يوم يشوفهم يقول اللي عنده ما يتحمل ولا هم يتحمل ولا احنا نتحمل يعني الموقف هذا نهائيا. موزة انت كان عمرك تقريبا 7 سنوات يوم هو انولد؟ 8 سنوات يوم اخوي انولد. لا بيني وبينه سنة بينك وبينه بين اخوي
والله العظيم يعني ما انا ارتبكت ومو بعرفه الحين لا لا كيف شوي، اوجه لك الكلام لا لا حتى مو يعني. مشكلة، بس أنا أبغيك توصف، معلش شوي بثقل عليكم بس تحملوني شوي، لكن لي غرض من هذا الكلام كله. أنا أتخيل يعني أن فرحة الابن الوحيد في البيت بعد 3 بنات، شو ترتيبه كان؟ هو آخر واحد. آخر واحد هي. وكله قبله بنات صح؟ هي نعم. فأنا أبغي أستشعر وأبغي أبغي 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 الناس تستشعر معاي شوية أن بعد 3 بنات يتخيلون فرحة الولد أو المولود الرابع هذا يكون ولد، وكيف فرحانين فيه وكيف شايلينه وكيف حالة الخوات هذيلة وهم يستشعرون أن جايلهم ولد جايلهم معيل. فرحة الإخوان والخوات أكيد هذه كلنا نحن لمسناها وحسيناها، بس فرحة الولد بعد 3 بنات غير، فرحة الأم غير، هو كان كل شيء في البيت، فرحة الأب غير. فبعد 16 سنة 17 سنة نتيجة طيش معين، تهور معين، تحرش معين في لحظة غضب معينة وتصرف يمكن هو ما كان قصده، أكيد 1000000% ما كان قصده أن لا قدر الله يقتله، غضب وضرب بهالسكينة اللي كان شايلينها معاه. فوقع الخبر عليكم أنتوا كيف كان في البيت عقب ما عرفتوا أنه توفى؟ طبعا أنا أعرف أنه هو، لأني سمعته يتكلم، سمعت أنه انصدم وتفاجأ وما كان مصدق وغيره وغيره وغيره. لا وحين أنا اللي أعرفه بعد أنه يعني أنا أعتقد أنه في أم انفجعت وفي اب ما ادري ابو الولد هذا كان عايش هاك الايام ولا لا، لكن سواء كان عايش ولا لا، فاعتقد ان في ام انفجعت بفقدان ولدها، في اب انفجع اذا كان موجود، في اخوان حسوا وتضرروا وتضايقوا ومروا بازمه سواء كانت نفسيه من الحزن وغيره على فقدان اخوهم. لكن انا ناشد الاهل هذيلا، نحن ما نقول انكم انتم ما انفجعتوا، وانا ما اقول انكم انتم ما حزنتوا، وانا اقول وما اقول بعد ان فقيدكم هذا مش غالي، لا هو غالي علينا كلنا، كل انسان عنده ظنا غالي عنده اخو غالي، لكن في النهايه الله يخليكم الحين انتم فديكم انكم ما تفجعون اب، ان فديكم انتم يعني هذاك يوم فجعكم ما فجعكم عن قصد، بس انتم الحين يمكن بتفجعون هذه الام وهذا الاب وهذه الاخوات عن قصد. وحين كفايه انه هو 13 سنة في السجن، كل يوم في 13 سنة هذه وكل ساعة في 13 سنة هذه قاعد يموت. فأنا اللي عرفت بعد أنه قاعد يطالب بالإعدام، يقول اعدموني وانهوني وخلاص ريحوني بدل ما أنا كل يوم قاعد أموت عايش على هاي الحالة هذه. واللي وصلني بعد أنه واحد من الأخوان هو اللي رافض تقريبا. فأنا ما في شيء اسمه غصب وما في شيء اسمه جبر وما في شيء اسمه غصبا عليك بتتنازل ولا هذا، لا نحن الناشد ونحن نتمنى ونحن نرجو ان انتو يعني اللي راح ترى، ويقولون الحي ابقى من الميت في النهايه، وانتو بامكانكم الحين هذا الانسان تحيونه كانكم حييتوه اذا عفيتوا عنه. هذا الانسان بيرد بيمارس حياته بشكل طبيعي، صعب من عقب 17 سنه، اليوم الولد عمره تقريبا شيء 30 سنه، صعب جدا انه يرد يمارس حياته بشكل طبيعي، بس هو قاعد يموت كل يوم. فاذا هو قتل مره واحده انتو قاعدين تقتلونه بهالطريقه كل يوم كل ساعة. وبعدين اللي عرف أن سلوكه جدا سوي وجدا يعني 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 الـ 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 هذا كلام المشرفين عليه واللي عنده في السجن يقولون إنه ولد خلوق، ولد ملتزم ما شاء الله عليه بصلاته بدينه بقرآنه، فإذا أفرجتوا عنه كل عبادة كل طاعة كل حسنة هو بيسويها أنتوا راح يلحقكم أجر من وراه. زين أنتوا يعني حين أنا والله قاعد أتكلم كأن هذا الميت أخوي، مش هذا اللي في السجن أخوي، لا أنا قاعد أتكلم كأن الميت أخوي أو ولدي. طيب أنا هذا الإنسان إذا هو اليوم ميت وإن شاء الله مثواه الجنة، ترى أنا إذا عفيت عنه هذا الإنسان بعد إن شاء الله الله سبحانه وتعالى راح يحصل هذاك الأجر، مش أنا بحصل الأجر، لا إلى جانب الأجر اللي أنا بحصله هذاك الميت اللي يعز علي ولا أنا حزين بسببه راح يرتقي في الجنة ترى بهالمرتبة بأني أنا عفيت عن هذا الشخص. فأنا نحن الناشد اللي نقدر عليه هذا اللي نقدر عليه يا أخت موزة. ما قصرت طولي بأمرك، ما تقصرون كلكم ما تقصرون، وأدري هم بعد ما راح يقصرون ويانا، بيوقفون ويانا ما راح يقصرون. جزاك الله خير، ويعني ما أعرف شو أقول لكم، يعني أتمنى من الله يعني كلامك هذا يوصل لهم. أنا أبغي أنا يعرفون أنا أن أخوي والله أنه مو بقاصد يجرح يعني يقتله، مو بقاصد أنه يعني يخليهم يفقدون ظناهم. مثل ما تفضلت قلت الظنا غالي، صح الظنا غالي، الظنا غالي، وهو الحين هو بحياته وهو بعيد عنا، احنا مفتقدينه، ما بالك لو ما هم اصلا لا يسمعونه ولا يشوفونه.
حاسين فيهم، مراعين مشاعرهم، مقدرين اللي هم يمرون فيه. احنا بعد يعني ما كان يهون علينا انه يعني يصير هكله، ما كان احنا بروحنا ما صدقنا، هو ما كان مصدق ان هالشيء صار، لانه ما بينه وبينه هو كان عداوه، ما بينه وبينهم شيء نهائيا، ما بينهم عداوه. فليش اتعمد اقتل انسان ما يعني ما بيني وبينه شيء، وفرق العمر يعني 17 والمرحوم الله يرحمه بعمره 23 او 24 سنه، يعني شو اللي يخليه يعني يجي ويضارب وياه واللي يعني يستقصده بالضرابه؟ ما بينهم شيء، ما بينهم شيء. انا اتمنى اتمنى من الله يعني. توصفي لي موزه بس الاجواء عندكم في البيت كيف تكون بشكل يومي؟ يعني من 13 سنه، من 13 سنه عندكم ولد محكوم عليه بالاعدام، هو الولد الوحيد في البيت، اب 80 سنه عمره، أمك ما أدري كم عمرها، فالأب هذا نظره قاعد يعني 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 قبل 17 سنة على ما أعتقد كان يشوفه بوضوح أكثر مما يشوفه الحين، كان يسمع أكثر مما يسمع الحين. فأنا ما أتخيل، وابن الوحيد يعني بعد ثلاث بنات، فما أدري. أنا أبوي بحب صحته، من يطيح يعني لو تشوفه طول الوقت يدعي 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 إنه يكون ولده وياه، كل يوم يعني يقول يا ريت ولدي حذالي، أتمنى ولدي وياي. يعني العمر يمر، يعني شو أقول لك، كيف أوصف لك؟ صعب صعب جدا، صعب يوصف هالشعور اللي نحن نعيشه. أصلا إحنا لما نروح نزوره عيالنا يشوفونا يقولون لنا خالي متى تجيه، خالي متى نشوفك، خالي نبغاك نبغى نقعد معاك، تعال البيت خالي، تعال البيت خالي. وش يقول كل خالي أنا أحبك تعال. هو شو يقولكم؟ يقول إن شاء الله إن شاء الله. ما لنا غير رب العالمين، ما لنا غير إن إحنا ندعي له كل يوم ونسعى ندور لناس يعني نتكلم وتساعدنا في هالموضوع، ما لنا حد. طرشتوا ناس؟ ما يقصرون، هاي نفسه ورد نفسه وما لهم خبر. احنا ما لهم، احنا نتمنى ما يعفون عنا، هذا اللي نتمنى، هذا اللي نتمنى، ما نتمنى شيء ثاني، انهم يسامحونا، يسامحونا احنا بعد ويا اخونا، احنا ما لهم حد، نتمنى ما يعفون عن أخونا. نتمنى طول حياتنا عشنا لا الفرحة عرفناها ولا السعادة عرفناها، العيد يمر ولا كأنه عيد، الحياة نعيشة كذا، إذا طلعنا ونشارك حد بالفرحة نتمنى يكون ويانا، مو بقادرين يتصل فينا عشان يعرف إحنا شو قاعدين نسوي، نكون عيون اللي بس تشوف برا، إحنا عيونه نطالع برا، نقول له احترحنا في المكان الفلاني، تتذكر المكان الفلاني اللي كنا نروحه؟ احنا حين قاعدين في هالمكان، نروح المكان نفسه عشان يكون هو ويانا، هذه عيشته. اذا هم الله خير بعد السجن ما يقصرون، يخلونا نطبخ له اكل مثلا ونودي له اياه عشان يكون في خاطره، ياكل اكل من ايد امي. نقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، والله يسر أمر أخوي إن شاء الله، وأمر كل إنسان مثل أخوي مظلوم يعني. حياة يا أخت موزة. ما قصرت، جزاكم الله خير. وياك إن شاء الله. ناخذ هذا الفاصل ونجي نتواصل. مركز الأطباء العرب التخصصي نقدم لكم خدماتنا الطبية ضمن مجموعة من العيادات المتخصصة كالباطنية، النسائية والتوليد، العيون، المسالك البولية، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة العظام، الطب العام، الأسنان، طب الأطفال، التجميل والليزر، إضافة إلى مختبر الأسنان، مختبر التحاليل الطبية وقسم أشعة. نستقبل معظم شركات التأمين. مركز الأطباء العرب التخصصي، الشارقة 06-554-4414.
لازم نعرف شو السر اللي مخبيه خالد. دايما تراه مبتسم ومرتاح، حر وبرد بالشغل وبالقهوة. يقولون انه ما يفصل كندورته الا من اغمشة تويوبو اليابانية الاصلية. لازم نعرف السر. اقمشة تويوبو لم تعد سرا. تويوبو اقمشة بيضاء بجودة لا تضاهى، مع خبرة تزيد على 100 عام، فخمة ناعمة ومريحة في جميع فصول السنة، متوفرة في الامارات وجميع دول الخليج. تويوبو ideas and chemistry. بتعشق السفر؟ حلمك تدور حول العالم؟ راديو الرابعة رح تحقق حلمك بأكبر مسابقة إذاعية بالعالم. إيه أنت عم تسمع صح، فرصة العمر أنت وواحد من أصدقائك برحلة حول العالم. 6 قارات 6 وجهات. جوهانسبرغ، ساو باولو، نيويورك، لندن، هونغ كونغ وسيدني. زور أي من فروع شومارت 36 بالإمارات وبعث رقم رحلة راديو الرابعة مع اسمك الثلاثي برسالة على 708. ولزيادة فرصك بالفوز حمل صورة إلك مع رقم الرحلة على الموقع 1078fm.com. خليكن معنا كل هالأسبوع واستنوا اتصالنا للصعود على متن الرحلة. رحلة راديو الرابعة حول العالم، العالم على نبض إيقاع قدميك مع شومارت. تطبق الشروط والأحكام. زوروا موقعنا الإلكتروني وصفحة راديو الرابعة على الفيسبوك للمزيد من التفاصيل. لا حياة لمن تنادي. حان الوقت لتتخلى عن عزلتك وتتواصل مع العالم. إليك باقة التواصل الاجتماعي غير المحدودة التي تمنحك النفاذ إلى فيسبوك، تويتر، وواتساب، ولينكدإن بدرهمين فقط في اليوم عبر خط الدفع الفوري و40 درهماً عبر إحدى الباقات الشهرية. أرسل سوشيال إلى 1355. دو وتحيا بها الحياة. صور السيلفي ما عم تجيب لايكات ابدا، يمكن لازم غير الكاميرا. المشكله مش بالكاميرا، شوف جبهتك، الصلع بلش فيها. والحل؟ سيلفي هو الحل الوحيد لمشاكل السيلفي. استخدم زيت الشعر اندو لخبي عبوه سيلفي الجديده كل ما تمشط شعرك. ركز على منطقه تساقط الشعر وامسح الزيت حتى يوصل لفروه الراس، حتى تضمن تغذيه الشعر بشكل اكثر فعاليه. عبوة سيلفي الجديدة من زيت الشعر اندوليخا برينجا متوفرة في جميع دول الخليج العربي. لحظة خليني أسمع الخبر. أعزائي المستمعين، معكم رانيا من برنامج أحلى خبرية. مثل ما عودناكم اليوم معنا أحلى خبرية. أزياء ريفا تعلن بدء التنزيلات بكل الأفرع الموجودة بالإمارات. صراحة أحلى خبرية سمعتها لليوم. أزياء ريفا، كيف بقدر ساعدك؟ أختي، صحيح أن أزياء ريفا بدت تنزيلاتها؟ نعم مدام. أنزين أختي، وهل تنزيلاتها شاملة جميع الأفرع؟ كل الأفرع مدام. الآن قومي بزيارة أي فرع من أفرع أزياء ريفا في الإمارات واحصلي على خصم حتى 50%. الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر دوليخا برينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. رويال للمفروشات، قيمة مذهلة كل يوم. بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. قناة بي فور يو أفلام، أفلام تعيشها. عالم فيراري أبو ظبي، حرر شغفك. نجدد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين متابعي الرابع الناس من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8. ونرحب بمكالماتكم على 6005 51 6 1 0. وصلكم نصيل قصير للسمس، نستقبل على 7009 على الشبكتين طبعا صلات ودو. رقم عيسى بن حيدر. المتقاعد يعاني بالصمت بسبب مديونيات ويموت بالصمت لانخفاض الدخل والمعاش ويستقطع بالكامل والأسرة بضياع ولجنة المعالجة بالأحلام. هذا كلامك يا أخوي، بس في ناس مستفيدين. توا سبحان الله واحد يكلمني يقول لي والله ما أعرفه ولا يعرفني، ريال أول مرة أشوفه جزاه الله خير. اسمه ريال ولا نقول؟ ما أقول اسمه. يقول والله أخوي صار قدم في الديوان وسدوا عني يمكن في حدود 1,200,000. يقول باني وحين يقول أنا قاعد أبني والديوان بيدفعني جزاهم الله خير. وهذا سبحان الله أرزاق ونصيب، ما نقدر نعمم يا طويل العمر. رقم مكتب المحامي عيسى بن حيدر 0435-88-777 0435-88-777. هذا مكتب المحامي المستشار القانوني عيسى بن حيدر.
طبعا أبو عمر جزاه الله خير، صديق للبرنامج، صديق للإذاعة، دائما جزاه الله خير، مستشارنا القانوني يعتبر، دائما نستعين فيه بعد الله سبحانه وتعالى في الكثير من الاستشارات القانونية والإيضاحات. ريال صاحب خير، صاحب يادي بيضاء جزاه الله خير. زين، السلام عليكم، المساء ومساء الويكند وخميسكم خوش فلة، ورب يحفظ جميع مرتادي الطرق. عبد اللطيف المنصوري جزاك الله خير يا عبد اللطيف، تسلم يا طويل العمر. اخوي علي، اتمنى لو تتصل فيني تحت الهواء، وصلنا رسالتك لعلي، ولو ذكرت الموضوع كان احسن. مع احترامي لك يا اخوي، بس صار وياي في الشارجة وايد تصير في الدولة، لجان ومسؤولين يصدرون ويقررون ويرفضون ويوقفون اوامر على مزاجهم. عفوا، جزاك الله خير يا اخوي، بس ارجع اقول لك يمكن هاي الامور موجودة وفي كل دول العالم تقريبا موجودة، بس الحمد لله رب العالمين نحن الأمور هاي ما بقولك معدومة، ولا بكون ولا بتكلم عن المدينة الفاضلة الأفلاطونية، لا، عندنا أخطاء، ولكن دائما نسبة الأخطاء هي نحاول في أي دولة أي سياسة تسعى دائما في تقليل نسبة الأخطاء، ودائما تحاول أن تبدي المصلحة العامة. فإذا في خلل من بعض المسؤولين، من بعض الفئات المرضى إن صح التعبير، في عرقلة وإعاقة ومصلحة الدولة ومصلحة الناس ومصالح الناس وتنفيذ الأوامر، فهذا خلل فيهم، وهذيلا أرجع أقول أكررها للمرة الأولى والثانية والثالثة، هذيلا مرصودين وما راح يتمون في أماكنهم، وهذا مش كلامي، كلام المسؤولين جزاهم الله خير. بعدنا نحن نقول الحمد لله رب العالمين، حالتنا أحسن عن غيرنا، اللهم لك الحمد. هم يقولون ملايين، أنا بقول مليارات المرات، مليارات المرات الحمد لله رب العالمين، لكن بسبب عرقلة بعض الأمور لأسباب معينة أنا ما أدري شو هي، ممكن أنت تشوفها عرقلة لكن هم يشوفونها قرارات في محلها، لأن نحن دائما نظرتنا مقصورة ومحدودة، هم كقادة، هم كمسؤولين لهم نظرة، عندهم بعد نظر، يا ما اتخذوا قرارات جزاهم الله خير اليوم نحن نشوفها طلعت صحيحة وفي محلها، ويمكن في وقت من الأوقات كنا محتاجين عليها، أو كانت مش عايبتنا، أو كانت كنا نشوفها مش في محلها، أو كنا نشوفها ضد الصالح العام، ولكن ياما كانت قرارات وما زالت موجودة، يمكن اليوم نقول نحن الحمد لله رب العالمين أن اتخذوا هذا القرار. فلذلك أرجع أقول في أمور معينة نحن لازم نسلم فيها، هذه القادة، وقبل أنا وأنت نختارهم قادة، هم ولدوا قادة، والله سبحانه وتعالى اختارهم بأنهم يكونون هم قادة وموجودين حكام في هذه الأرض، في هذه الدولة بالذات، والحمد لله رب العالمين يعاملوننا كعيالهم كأخوانهم، والحمد لله رب العالمين ما مقصرين ويانا بشهادة الجميع، محمد كان برجع أقول مم مجاملة، بشهادة الجميع والكل لامس وحاس وعارف هالشيء، فنسلم في أمور كثيرة لازم نسلم فيها. وإذا تبغى تطالب بشيء من حقك، ما حد منعك من أنك تتكلم أو تطالب أو توصل أو تناشد أو غيره، ما حد يمنعك أبدا. أطلب من أهل الخير مساعدتي، لا يوجد عندي رسوم تجديد إقامات عائلتي ولا حتى إيجار البيت، ولا يوجد عندي مكان أسافر له عائلتي إلى بلد للأسف. ولا يوجد حتى ذي مكان سافر لنا وعائلتي في أسفر عائلتي له في بلدي للأسف، هناك واجه الموت. الله المستعان. خدمة تسجيل، صح، جزاك الله خير يلي رقمك 900، مايد القوع في خدمة تسجيل، جزاه الله خير ما قصر، هذا الموظف المثالي دائما يساعد جزاه الله خير. لا تقولوا ساعدني لان انا يعرفني ولا مذيع ولا كذا، لا لا والله، قبل انا اتذكر هذا الرياض صار لي وياه موقف قبل يمكن سنتين او ثلاث سنوات، قبل لا اكون مذيع وقبل لا يعرفني ان انا مذيع وغيره، فريال عز الله والنعم، وايدين الحمد لله رب العالمين، نصير نراجع اماكن كثيره ما يعرفونا ويساعدونا ويعاملونا مثل ما يعاملون غيرنا ونشوفهم، يعني مش ان نحن لنا، لان في ناس دائما تتنقد تقول والله انتم اموركم سالكه، مثل الأستاذ علي يعني دائما وين ما يصير يسوي له تعظيم سلام. اي والله الحمد لله الحمد لله. خنزين يقول، هذا خالد الحماد يقول، أنا ما اتهمت من غير دليل، أنا بالفعل صار معي تعرضت للاعتداء وشجار وتلاف سيارتي، تواصلت مع مركز الشرطة، مركز شرطة كذا، وأنا أتحمل مسؤولية كلامي بأن في تقصير من مركز شرطة كذا للأمن، والفعل توجه المركز. فالك طيب يا طويل العمر، لم أجد غير بعض الضباط من غير ذكر أسماء أعطوني رقم وأخبروني أن شفت هذه المجموعة تصل ولم أجد حل. فالك طيب يا طويل العمر،
ليش ما تتصل تشتكي؟ اشتكي على الشرطة، عندك شكوى انت على الشرطة صح؟ انا اقول لك اياها، اشتكي على الشرطة. اتصل يا اخي، خذ رقم تليفون الامين واتصل وبلغ باللي صار، باللي صار معاك مع منو ما كان، ما في حد فوق القانون، ما في حد فوق القانون. والله نعرف ناس مسؤولين كبار تجاوزوا القانون، ساووهم بالثانيين وتعاقبوا وانسجنوا وتبهذلوا، لان هم بهذلوا اعمارهم. نحن في بلد قانون، وفي بلد ما في حد يعلى عليه فوق القانون ولا مسؤول عن كلامي. اذا الشرطه غلطانه في حقك، من حقك تشتكي من حقك. اتصل على رقم 800-438 على خدمه الامين، قول حصل معي 1-2-3 وحصل، والشرطي الفلاني سوى كذا وكذا، والضابط الفلاني سوى كذا، ما في مشكله. يقول دفعت المخالفات؟ لا والله ما دفعتها يا اخوي، الله المستعان يا طويل العمر، ربك ييسر، الله كريم. لو انا طايش والله بقول ما عليه، بس يعني تي على كيلو واحد تدفع 40 مخالفه يعني. والمشكله شو تقول لي انت بمخالفه، مخالفه كم؟ ثلاث دقائق بين مخالفه ومخالفه يعني. الحين شو اسوي؟ خطا العداد هذا من يتحمله؟ اي بلوم ورقم الوكاله تمشي ان في خطا في العداد؟ لا، اي بلوم الوكاله ورقه تثبت ان في خطا في العداد. يعني انا ما لا قاصد اني اتعمد السرعه ولا كذا، ولا مثبت السرعه وامشي يا اخوي في حال سبيلي. انا اتغمض ال 400 وال 500 ادفع، سيدفع لي 21,000. زين، انا ابو جاسم من الكويت. الاخ العزيز شو المطلوب مني؟ لا يا اخوي مو مطلوب منك شيء، بس انا كنت اقول لو انت بعثت بتكاليف العمليه، مثلا عمليه تكلف كذا، ممكن كان حد يساعدك فيها، يعني يتواصل مع المستشفى يتكفل بالعمليه. هذا اللي كنت اطلبه. هذا يقول اللهم ارحم شهدانا، شهداء الوطن، استشهاد 4 عسكريين اثر سقوط طياره عسكريه في تمرين عسكري بين الامارات ومصر. الى الامام يا وطني، كلنا فداك. المرسل مطر بالجيزي، الله يرحمهم ويغفر لهم ان شاء الله، وان شاء الله هم شهداء باذن الواحد الاحد، نحسبهم الله حسيبهم ان شاء الله، نحسبهم الشهداء. وكلنا في دول الوطن يعني، ما هذا ما في نقاش ولا في مساومة عليه أبدا. أنا متزوج وعمري 18 سنة، ترى هذا اللي نحن نقوله. هذا لو أحينا عفوا، هذا الحين عمره 17 سنة ونحكم عليه بالإعدام. طبعا أنا ما مفهم تفاصيل القضية هذه بالذات، يعني من ناحية الحكم أنه كيف هو حدث ينحكم عليه بالإعدام، ويمكن هذا هو سبب إيقاف الحكم لمدة 17 سنة الحين مسجون. اخوي علي انا ابغى احل ترى مسكين هو يقول الحين اعدموني شو اسوي. هاي رسالة يقول ناشد اهل الميت انهم يحتسبون الاجر عند الله سبحانه وتعالى ويتنازلون عن السجن. السلام عليكم، عندكم عندك فكرة شو صار موضوع الاراضي التجارية والصناعية في الشارج؟ الموضوع طول ابو عبد العزيز. والله ما عندي فكره يا ابو عبد العزيز. هاي يقول لك اخوي علي انا ابى حل مشكلتي، انا ساكن في فندق ومتلعوز. عندك حل مشكله الريال؟ زين، انا ما ادري، بس اليوم الحلقه انا اسف، يمكن شويه ما قصرنا، يمكن شويه قصرنا في حق المكالمات، يمكن ما اخذنا مكالمات كثيره، ويمكن طلعت عندنا كذا حاله، والحمد لله رب العالمين بتيسير وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. حالة أبو زايد جزاه الله خير انحلت من سيدي صاحب السمو طبعا الشيخ دكتور سلطان القاسمي، جزاه الله خير، حاكم إمارة الشارقة، حل مشكلة الشخص هذا. ولو تلاحظون وياي شوية، يعني أنا ما أدري، أنا أفكر كالتالي، يمكن يكون في خلل في تفكيري ما أدري، ولكن لو تلاحظون أن هذا ريال معدم تقريبا وعمره 40 سنة وما شاء الله عليه، كلامه رزين وثقيل ومبين علينا مش نوع من النوع الشباب الطايش ولا غيره، لكن نرجع نقول غلط في النهاية، مسألة أعمال وبزنس وغيره، وكل واحد يسعى فينا لأنه يحقق مثلا أرباح تجارية ويحقق ويحسن مستواه المعيشي و إلى آخره. وهذا ما يخص بالرضا طبعا، لأن كل واحد فينا يبغى يكون غني، يبغى يكون أحسن، يبغى يكون صاحب سمعة، صاحب مال وجاه وغيره، ولكن تصيب عند المعظم وتخفق عند البعض. فأخفق غلط
عليه طبعا طلعت عليه تعاميم, متزوج, اسره وزوجته طلبت منه الطلاق, عنده 4 من الاولاد مش قادر يدرسهم, بطاقاتهم منتهيه, زوجته وافده محتاج يسوي لها اقامه, لا جواز لا وظيفه لا اقامه للزوجه لا ابناء لا مستشفى حكومي يقدر يتعالج فيه بسبب عدم توافر البطاقات الصحيه, مش قادر يطلع عياله يتمشى وياهم ويمارس وياهم دور الاب ويلعب وياهم على راحته بسبب وجود التعاميم وانتشار مثلا يعني وين ما يصير يحس انه مراقب ملاحق, رجال التحريات كل مكان يحاوطونه وهو الى اخره. تتخيلون انتم حاله الشخص هذا كيف؟ تتخيلون نفسيته كيف؟ تتخيلون كيف ياكل يرقد ينش يمارس حياته الطبيعيه مع عياله كيف عايش؟ تتخيلون كيف يطلب فلوس من فلان وفلان وفلان؟ فجزاه الله خير الشيخ سلطان يا وقال له انا حليت مشكلتك بهالبساطه يعني سبحان الله. والله يذكره بالخير, اتذكر يمكن وياه في الميلس قالنا يعني اذا كان بامكاني احل مشكله شخص بضغطه زر فلما لا, هذه كلمته. الله يطول بعمره ان شاء الله يحفظه ويجزاه الله خير, وشيوخنا كلهم طبعا يجزاهم الله خير ما يقصرون. فالمهم شوفوا انتم المشكله كيف انحلت, يعني انحلت مش مشكله شخص واحد, مشكله اسره يعني حتى اخواني يمكن اكيد متضايقين ويبغون يساعدونه بس مش قادرين, فسبحان الله يعني. ففي ميزان حسناتك ان شاء الله محمد يجزاك الله خير, وقد ما قلنا نحن مقصرين. هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية مثل ما قلنا شاب عمره 28 سنة ارتكب غلط وهو عمره 23 سنة تقريبا, طاش تهور نفس الشيء, موضوع مادي موضوع كذا, كان ساهي لاهف مشاكله, عنده مشاكل أسرية عنده مشاكل عائلية ممكن تكون, فدعم واحد تكنسلت السيارة, مطلوب منه أن يدفع المبلغ هذا وعليه حكم من المحكمة اللي هو تقريبا ب113,000 درهم, وحياتك كلها متوقفة على هذا المبلغ لأن عليه تعميم, إذا ما انشال عن التعميم ما يقدر يجدد جوازه, ما يقدر يرجع وظيفته, ما يقدر يمارس حياته, ما يقدر يتزوج, ما يقدر يبيع عيال, ما يقدر وما يقدر وما يقدر. ومجرد ما انشال عن التعميم هذا سبحان الله تتيسر أموره كلها, اللي هي أنه بيرد يداوم لأن وظيفته جاهزة وموجودة ومستعدين أنهم يرجعون للعمل, ولكن متوقفة على شهادة حسن السيرة والسلوك ومتوقفة على هذا المبلغ. فنحن إن شاء الله بنحاول بعد يمعنا مبلغ بسيط جدا لا يكاد يذكر اللي هو يمكن تقريبا في حدود كم من 1000, فإن شاء الله بنحاول نسعى ونسأل أهل الخير إن شاء الله, وإن شاء الله ندبر للمبلغ ونحاول نوقف عن التعميم, ونناشد كذلك مكتب سمو وزير الداخلية جزاه الله خير ما يقصر, وهذه لعيالهم في النهاية أكيد ما يتركونهم في النهاية أكيد ما بيقصرون إياهم. هذه المشكلة الثانية وإن شاء الله تنحل, وإن شاء الله طبعا كل مشكلة نحاول بعد ما نحلها نطلع على اللي هو يتكلم يقول شو كان حالته ولشو تغيرت حالته. أهم قضية من هذه كلها لأن هذا كله مكتور عليه, أهم قضية اللي هي قضية هذا الشاب اللي هو إبراهيم أحمد المريخي المحكوم عليه بالإعدام. هذا شاب في عمر 17 سنة صارت مشاجرة مع شاب آخر الله يرحمه ويغفر له عمره 22 سنة تقريبا, طعنه بالخطأ عن طريق الخطأ ولقى حتفه مع الأسف الشديد في أم طبعا انفجعت بولدها بفقدانه ولدها, في أب انفجع, في إخوان وخوات انفجع بفقدان أخوهم. نحن ما نقول لا, والخسارة جدا كبيرة والمصاب واحد, ولكن في النهاية الحين مثل ما يقولون دائما الحي أبقى من الميت. قدامي أنا شاب عمره 30 سنة قضى من عمره 17 سنة في السجن ويموت كل يوم, أرجع أقول صادر بحقه حكم الإعدام ولكن لم ينفذ الحمد لله رب العالمين, وهذه رحمة من قادتنا يزاهم الله خير بأنه ما توقع حكم الإعدام هذا, ولكن في النهاية هو مسجون. وتتخيلون أن واحد محكوم عليه بالإعدام كل ما ينفتح باب السجن يتخيل أنه قاعدين جايين يأخذونه عشان ينفذون فيه حكم الإعدام. أنا أتكلم عن شاب عمره 18-19 سنة من هاك الأيام لين الحين وهو عمره 30 سنة, وكل يوم كل ساعة يموت فيها وينعدم فيها, فتتخيلون نفسيته كيف كانت أو كيف تكون. رغم ذلك الحمد لله رب العالمين ملتزم بصلاته, محافظ على فروضه, محافظ على قراءة القرآن, ما في فعالية في السجن تستوي إلا هو مبادر إلها, هذه بشهادة المسؤولين اللي عنده في السجن وشهادة المساجين اللي عنده كل اللي يعرفه يذكره بالخير. هذا بعد أمه قاعدة تموت أكثر من الأم هذيك, لأن هذيك خلاص عرفت أنها فقدت ولدها, وهذاك الأب يمكن عرف أنه فقد ولده, وهذه لك الأخوان عرفوا أنه فقدوا ولدهم, وإن شاء الله نحسبه الله حسيبه على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مطعون وهو من أهل الجنة. لكن هذه لشو وضعهم اللي كل يوم
يشوفون ولدهم قدامهم قاعدين يموتون، كل يوم قاعدين يموتون، فهذه جريمة يمكن تكون في حق أكثر من شخص. فأنا ما أدري والله، أنا هذا اللي أستشعر وهذا اللي أحسه وحط نفسي مكان الجميع، ولكن في أجر في النهاية وفي آخرة في النهاية وفي حساب في النهاية وفي حساب في الآخرة، فنتمنى عله وعسى إن شاء الله. وهذه بتحسب لنا نحن بعد في البرنامج هذا إذا إن شاء الله انحلت القضية. فأناشد حد يكون مسؤول، حد يقدر يقول كلمة خير، حد يقدر يوصل الصوت هذا لأهل المقتول أنهم يتنازلون، أنهم يبعثون الروح والحياة في هذا الشاب ويخلون يعيش حياته. وارجع أقول وأذكر أن لهم أجر في كل عبادة هو بيسويها، لأنهم هم اللي اعتقوا عنه، فكل شيء هو بيسويه هم لهم أجر فيه. والميت كذلك، هذاك اللي راح الله يرحمه ويغفر له ومثواه الجنة إن شاء الله، وإن شاء الله الفردوس الأعلى كذلك له أجر. فأنا أتمنى إن شاء الله، أتمنى إن شاء الله، وأنا أعتقد أن نحن أهل الرحمة، يعني والله سبحانه وتعالى نحن خلقنا مسلمين وخلقنا في هذه الأرض الطيبة، وإذا في فائدة من إعدامه خلنا نعدمه، لكن ما في فائدة في النهاية، الخسارة راح تعم الجميع. أنا ما عندي شيء أقوله، بس يمكن هذه أغرب حلقة قدمتها طول ما أنا قدمت طول وجودي في الإعلام. في الختام نقول اللهم احفظ هذا البلد آمن ومطمئن. عفوا بعد قبل لا أقول، أنا آسف جدا، كان في سبب أساسي ورئيسي لأني أنا ظهرت هذه الحالة، هذه الحالة بالذات على الهواء. رسالة أبغى أوجهها لكل شاب، أن أنت ممكن ترتكب الجريمة هذه وتنسجن، أو ترتكب الجريمة هذه أو يرتكب فيك أو ترتكب فيك الجريمة هذه وتموت وتروح ومثواك الجنة وحسابك عند رب العالمين. لكن تخيل معاناة اللي بتتركهم من وراك، من أسرتك، من أمك، من أبوك، من زوجتك، من عيالك، من أخوانك، من خواتك، من ربعك. يا أخي أنت مش ملك نفسك، أنت مش ملك نفسك. فلذلك نرجع نقول خلك إنسان، خلك مسلم، خلك إماراتي إن صح التعبير. نحن محتاجين لك، الدولة محتاجة لك، كل منهم يعرفك أو مربوطين فيك كلهم محتاجين لك. فنبتعد عن الغضب، نبتعد عن الطيش، نبتعد عن التهور. نحن مش ملك أنفسنا يا جماعة الخير، وفي النهاية نحن محاسبين. لو الحياة تنتهي على الموت، كان الواحد بيقول الموت رحمة، لكن فيه حساب وعقاب بعد الموت كذلك. اسمحوا لي طولت عليكم، في ناس يمكن عورت قلوبهم، في ناس يمكن دمعت عينهم، ولكن هذه هي الحياة. ويمكن بعد في سبب أنا طرحت الموضوع هذا، أن مهما كبرت مصيبتك ومهما كانت مأساتك، في من هو أشد منك مصيبة، فقول الحمد لله، ودائما نقول الحمد لله. ومثل ما نقول دائما اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وأولياء عهودهم وشعب الإمارات والمقيمين على أرض الإمارات من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرابع